طب على الجانب الاخر ايه اللي حصل؟ امبارح كان في حوالي ما بين 700 و800 و1000 واحد متواجدين في استاد السلام. انا الحقيقه بوجه لكم التحيه وبسقف لكم على الهوا. هذا هو جمهور النادي الاهلي الواعي اللي فاهم هو انا خسرت ولكن او تعادلت، يعني خسرت نقطتين لكن مش نهايه المطاف، لسه بدري. انا بحذر وفي نفس الوقت طول يعني طول المباراه عدم تشجيع الجمهور وهم في المدرجات دلاله على ان الفريق وحش من الاخر. انا دايما بقتنع بكده، وانا في الملعب الجمهور ما شجعنيش او قعد 10 دقائق كده ما شجعنيش، بعرف ان لا الاداء بتاعي مش هو او اداء الفريق مش هو. لكن الجمهور انتقد اللاعبين والجهاز الفني من هو ما شجعوش مثلا اخر 10 دقائق ولا ربع ساعه، ولكن بعد نهايه المباراه ايه اللي حصل؟ كل جمهور النادي الاهلي تعالى يا اهلي. انا للاسف ما عنديش حقوق فما بعرفش اجيب الحاجات دي، لكن تعالى يا اهلي. وفريق النادي الاهلي انا شفت امبارح الشناوي واللاعبين راحوا لجمهور النادي الاهلي. هذا هو الفارق ما بين الجمهور النادي الاهلي واي حد تاني. هو ده دايما اللي انا بتكلم فيه، ان انا من وجهه نظري الشخصيه ان طالما انا ما بشجعكش كجمهور يبقى انا في حاجه مش عاجبني الاداء، قاعد ما لا. النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مختلف. اللي اتعمل امبارح حاجه محترمه جدا جدا جدا. تعالى يا اهلي وسقفوا للاعبين وسقفوا للفريق، وهذا هو ده جمهور الاهلي. هتقولي 700 800، ايوه، وهما دول الناس اللي فاهمه الكلام اللي انا بقوله بالمناسبه، وعارفين كويس قوي 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 ان ده طبيعي جدا في كره القدم. هو ليفربول ما بيخسرش نقاط، هو مانشستر سيتي ما يخسرش نقاط، تشيلسي مع طبعا الفارق، لكن في نفس الوقت لما بتيجي تتكلم هذا هو حال التنافس في كره القدم.